هلا انت، انا زي ما حكيت انا على الهواء، مشكله مرضى الثلاسيميا عندهم في خصوصيه معينه في الوحد الدم تبعتهم. وحد الدم تبعت مرضى الثلاسيميا فيها يعني دم المريض الثلاسيميا فيه اجسام مضاده، قد ما بياخد وحد دم على مدى حياته، عارفه كيف؟ يعني لحد ما تشخص، لحد ما صار عمره خلينا نحكي 6 سنين 7 سنين، كل 3 اسابيع بياخد وحد دم. هذا بيؤدي انه يتكون اجسام مضاده داخل جسمه لمريض الثلاسيميا. اوكي، فهل عشان انت تلاقي له وحده دم مطابقه له لا تحمل هاي الاجسام المضاده، لانه لا سمح الله اذا نقلتي له دم يحمل هاي الاجسام المضاده بتحلل دمه وبموت المريض، نعم، عرفتي وما كيف؟ بيستفيد، لا سمح الله، لا سمح الله. ما نعم بتستفيد، طبيعي. يعني ما بتستفيد، يعني انت لو زمرة دمك او بوزيتيف ومريض الثلاسيميا او بوزيتيف، ما بقدر اني اعطيه دمك غير لما نفحص الاجسام المضاده فحص معين. تمام، فعشان هيك ممكن ان احنا نفتش ب 20 وحده عشان نلاقي وحده واحده تناسب دم هذا المريض، او 50، وبعض الاحيان اذا عنده اجسام مضاده 5 او 6 اجسام مضادات ممكن نفتش ب 70 وحده، عرفتي كيف؟ نعم. طيب فهي دكتور، الخصوصيه. نعم دكتورة، كم تراجع نسبة ال نسبة ال ممكن نحكي تبرع بالدم خلال هاي هلا الفترة؟ نعم الرصيد الاستراتيجي لبنوك الدم، لبنك الدم المركزي خلينا نحكي، تراجع 35%. نعم طبعا هذا سببه شغلتين، الشغله الاولانيه اللي هي المتبرعين الطوعيين احنا بنسميهم، اللي بتبرعوا منهم لحالهم، اللي بيجوا لحالهم على اساس انهم يتبرعوا بالدم، هذول تقريبا انعدموا، بطلوا يجوا نعم لانهم خايفين انه يجوا على اي مركز للتبرع بالدم ويكون في مثلا اكتظاظ بالناس وينصابوا بالكورونا، عرفت هاي التخوفات اللي صارت عند الناس. نعم نعم والنقطه الثانيه طبعا اللي نقصت الرصيد الاستراتيجي اللي هي اوقفت الحملات الخارجيه، طبعا مش من قبل بنك الدم، من قبل مؤسسات المجتمع المحلي اللي كانت تعمل معانا، كنا كل يوم نطلع حمله، عرفتي؟ هلا ممكن بطلنا نحكي نطلع. تطوعية دكتورة؟ هي برضه تطوعية هاي بتكون، نعم 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 طيب بس يعني صرنا شهرين ما في عندنا ولا حملة خارجية، لأنه مؤسسات المجتمع المحلي كلها بتحكي لك إحنا السياسة عندنا منعت التجمعات، فإحنا ما بنقدر إن إحنا نعمل لكم حملة عندنا. نعم وقد طيب ما بتقنعيهم وبتحكي لهم إن إحنا بنعمل وبنسوي وتباعد وكذا، ما حدا راضي. طيب دكتورة، تقريبا كم عدد المتبرعين بالدم يوميا خلال هاي الفترة؟ يعني تقريبا بتراوح بين 150 ل 200 متبرع، وبالوضع الطبيعي كم دكتورة؟ لكن وصل 350. في تراجع ملحوظ دكتورة. طيب في تراجع، وزي ما قلت لك احنا، انت تعرفي مين اللي بيجي عندنا هلا؟ اللي دكتورة هم اللي بيجوا عشان يسدوا وحدة الدم بس، بالضبط، احنا زي البنك يعني، ايوه يعني نعم، تاخذي مني وحده بعطيكي وحده مقابل يعني. نعم نعم بالضبط، نعم بس طيب هذا هو اللي انا بيجينا. اسف دكتوره، انا خليني اطمع بما شاء الله عنك بمهنيتك وتعاونك معنا دائما دكتوره، في بعد اذنك. الله يخليك دكتوره. من هم الفئه المرضى بعد الثلاسيميا يعني بحاجه الى وحدات دم؟ يعني الفئه الاولى التي تحتاج في وحده دم هي مرضى الثلاسيميا، الفئه الثانيه مظبوط، دكتوره مين؟ الفئة الثانية اللي هي مرضى السرطان، نعم والفئة واللي معهم برضو كمان بنفس الاشياء تقريبا بيحتاجوا، اللي هم مرضى غسيل الكلى، نعم هذول الاثنين نعم اللي دائما بحاجة لنقل دم متكرر. ونفس مشكلتنا مع مرضى الثلاسيميا مشكلتنا مع مرضى السرطان اللي بياخذوا دم كثير، ومرضى غسيل الكلى اللي بياخذوا دم كثير. نعم طيب دكتورة، في حال هذا يعني منش نعتبره شحية إنه قلت أعداد المتبرعين مما أدى إلى مخزونكم الاستراتيجي للدم يعني يقل، بهيك حالة يعني كيف ممكن تلجأوا لإجراء معين بحيث أنه لا يشكل خطر على المرضى الذين هم بحاجة إلى دم؟ هل هناك إجراء غير التبرع مثلا أو مناشدة؟ كيف ممكن يعني المريض يتعامل أو أهالي المريض بهيك حالة؟ والله هلا شوفي، هو احنا يعني لحديت الان انا ما بقدرش اني احكي انه في عندنا شح كثير بالدم، بس اللي بيسكر الوضع عندنا واللي بيزيد الوضع سوءا اذا صار في فترات حظر شامل طويله الامد، نعم يعني حتى اللي بده يسد مكان وحد الدم تبعه ما بيقدر يوصل بنك الدم، نعم هاي ساعتها بتصير في عندنا مشكله. نعم طبعا احنا اهم شيء هلا لو انه بس توجهوا انتم رساله لمؤسسات المجتمع المحلي اللي كانت يوميا تعمل معنا حملات، انه بنك الدم عنده سيارتين
اسمها سيارات بنك الدم المتنقله، فيها كادر مدرب هم بيعرفوا الحكي هذا. ما في اصلا، ما بنحط بالسياره اكثر من 2 متبرعين، كل عمليه التبرع لا تتجاوز 12 ل 15 دقيقه، وطبعا في تباعد، في ماسكات. فاذا رجعنا الحملات الخارجيه بنرجع الرصيد الاستراتيجي زي ما كان. هذا اهم نقطه. نعم. يعني هو بس انتم لو توجهوا رساله لمؤسسات المجتمع المحلي انهم يرجعوا يفتحوا المجال لسيارات بنوك الدم انها تروح عندهم على مؤسساتهم. نعم نعم طب دكتورة، من هي أكثر المحافظة تضررا في نقص الدم التي يعني بحاجة، إذا ما دائما بتحسي أنه أعداد اللي بحاجة لدم كتير، يعني أي محافظات بتحسي أنه هاي المحافظة عليها طلب للدم؟ هلا شوفي، بنك الدم المركزي خلينا نحكي اللي بعمان، نعم، بيغذي كل المستشفيات الخاصة اللي بعمان زائد مستشفى البشير. فأنت متخيلي قديش عدد في مستشفيات خاصة في عمان؟ نعم. ومستشفى البشير لحاله أصلا بياخذ نعم. كتير. نعم. فأكثر ناس عليها سحب اللي هي عمان. نعم عليها عمان. وطبعا بنك عمان أكيد، وبنوك الدم الإقليمية حتى لو صار عندها نقص احنا بنغطيها. نعم. اللي موجوده بالمحافظات بس وحتى مستشفى معاني الحكومي احنا بنغطيه، لانه عنده انت عارف علشان الطريق الصحراوي في عندهم حوادث سير كثير. نعم نعم. فاكثر سحب على مديريه بنك الدم المركزي، واللي واكثر عجز في خلينا نحكي وطلب خلينا نحكي للدم اللي هو بعمان اكثر. طيب. منه بالمحافظات الثانيه. نعم. سؤال اخير دكتوره، هل شهدتم خلال الفتره، إن شاء الله لا يعني بس هو سؤال يعني توارد في ذهني الآن، هل شهدتم حالات وفاة نتيجة لعدم وجود متبرعين لشخص ما، أو أنه استدعت الضرورة أو اختصار الوقت هذا الدم الوقت ما؟ الحمد لله لا، يا رب يا ما رب وصلنا لهذه المرحلة إن شاء الله، ما رح نوصل يا رب يا دكتورة.